بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل ان شاء الله النهارده ابنائي طلاب الفرقه الرابعه، المجموعه المحاضره الثامنه اللي هي بارت 2 احنا قلنا عليها هناخد الالكالويدز اوف كاربولين جروب. تمام. هنا في اكتر من اكزامبلز هناخده، في الهرمالا الكالويدز، يوهيمبا الكالويدز، ورؤولفيا الكالويدز، بالاضافه طبعا الى الفينكا الكالويدز. الهرمالا الكالويدز اول اكزامبلز هناخده ده من موجوده في السيدز بتاعه البيجانم هرمالا، ما خدناهاش طبعا في السيدز عشان ناخد كل حاجه طبعا. فاميلي زيجوفيليسي، التست بتاعهم كلهم بيدوا مع ماركيز ريجنت اند اورنج كولر مع الهارمين، ده طبعا انديفيدوال الكالويدز، ويلو براونش جراي كولر مع الهرمالين، دول هم الهرمين والهرمالين، دول التو الكالويدز. الهرمين ده طبعا الاستراكشر بتاعه اهو عبارة عن ادي الكربولين نيوكليوس، ودي عبارة عن بيستخدموا سمول دوز كترانكلايزر ايجنت. اوكي، سمول دوز بيعملوا كالمينج افكت، حاجة بتهدي الاعصاب، انما اللارج دوز بيعملوا له طبعا ايه، هالوسينيشن او هلوسة. تمام. في بعد كده طبعا احنا متكلمناش كتير، هم يا دوب بس تعرف الاستراكشرز والاستخدام بتاعه والتيست بتاعه. الرؤولفيا الكالويدز ده عباره عن التايب اوف الكالويدز، بيبقى موجود طبعا خدناه في الروت بتاعه الرؤولفيا سبيشيز فاميلي ابو سيانيسي، ودول مهمين طبعا لان في حاجات بعض الحاجات موجوده في الصيدليه كمستحضر، زي مثلا الريزيربين. الريزيربين ده عباره عن هايبر تنسيف ايجنت، موجود في حاجه اسمها براينردين اقراص تقريبا بيشتغل شركه نوفارتس. الكوانتيتيف ديتيرمينيشن بتاعهم الريزوربين باي نون اكو سايتريشن عن طريق البيركلوريك اسيد، الريزوربين والريزينامين باي فلوريمتريك ديتيرمينيشن على اساس ان هو بيدي فلوريسنس مع الصوديوم نيترايت اند سلفوريك اسيد. يبقى هنا في تو ميثودز فور كوانتيتيف ديتيرمينيشن او كوانتيتيف ايفالويشن اوف رؤولفيا الكالويدز، خصوصا للريزوربين لان هو ده المهم. ده الستراكشر بتاع الريزوربين زي ما احنا شايفين، و لو بصينا هنا على في الاول هناخد اللي فوق ده، ده عبارة عن لما بتكون الار اللي هي الدي، اوكي، عبارة عن ريزيربك اسيدز. تمام. طيب والار لو كانت اتش بتبقى ديزربيديك اسيد. تمام. طبعا الاستراكشر مش هقول لك احفظه، ولكن لو جالك على هيئه ان هو مرسوم هتقدر طبعا تقوله لي. خلاص. هنا لما بتكون الار عباره عن او سي اتش 3 في الاستراكشر ده هيدينا مين؟ هيدينا الريزربين. لو كانت اتش هيدينا طبعا الديزربيدين. اوكي. طيب يبقى الاستراكشر ده كله كده عباره عن لما يكون هنا او اس اتش 3 هتبقى ريزربين. طب ايه الفرق بين الاستراكشر ده اللي فوق والاستراكشر اللي تحت؟ هو طبعا في ما عدا ايه، هنا الاو اتش دي طبعا في الريزربين هنا بيحصل لها ايه، استريفيكيشن مع الترايميثوكسي بنزويك اسيد. تمام يا شباب. يبقى كان الريزربين هنا عباره عن الترايميثوكسي بنزويك اسيد استر اوف اوف ايه اوف ريزيربيك اسيد. تمام. طيب لما اجي اعمل هيدروليسيز هيدينا طبعا طبيعي هيدينا الريزيربيك اسيد الموجود عند فوق، وهيدينا ده اللي هو ميثايل الكحول بالاضافه الى ترايميثوكسي بنزويك اسيد، ده هيدروليسيس. اوكي، خلي بالك. الريسينامين نفس القصه، او هو نفس الاستراكشر الموجود عندي، ولكن هنا بس الاسيد بيبقى مختلف، بدل ما هو كان هناك ترايميثوكسي بنزويك اسيد هنا عباره عن ترايميثوكسي سيناميك اسيد، عشان كده سموه ريسينامين. طبعا لما اجي بعمل هيدروليسيس المفروض هنا هيدينا ايه يا اخوانا؟ هيدينا طبعا الريزيربيك اسيد بالاضافه الى ميثايل الكحول بالاضافه الى ايه؟ الى سيناميك
اسيد. اوكي، هنا عملية السبريشن بتاعتهم، مش عايز انا اتقل عليكم عشان طبعا تماشيها مع الظروف اللي احنا بنمر بيها، ف يعني بلاش منها. في بعد كده الليمبيا الكالويدز المجموعة الثالثة اللي هي في الكاربولين، اللي هي عبارة عن الليمبيا الكالويدز. في طبعا هنا الاستراكشر بتاع الليمبين، وده موجود في البارك بتاع كوريناثا يوهيمبا فاميلي روبيسي. الكيميكال تيست بتاعتها مع السلفوريك اسيد والبوتاسيوم دايكروميت بيدينا بايلوت changing to blue then green color. طبعا ده كان موجود زمان في اقراص اللي اسمها اليوهيمبكس. اليوهيمبكس دي كانت بتستخدم كافرو ديازك، يعني حاجه كده بتزود ال ولا بلاش افرو ديازك، تعرفينها اكيد ترجموها. تمام، ده الاستراكشر بتاع اليوهيمبين. في بعد كده طبعا الفينكا الكالويدز، دول مهمين جدا جدا. الفينكا الكالويدز طبعا في منهم اكتر من الكالويد، وده طبعا موجودين في الفينكا روزا او الفينكا ماينور فاميلي ابوسيانيسي. اليوزس بتاعتها طبعا الفينكامين، ده الاستراكشر بتاع الفينكامين اهو، بيستخدم طبعا ك سيريبرال فازو دايلاتيشن، طبعا بيزود البلاد سبلاي للفيزلز الموجوده في البرين، ده طبعا تبقى مشكله وخاصه في كبار السن. طبعا نقص وبيسبب طبعا دوخه لان مفيش دم واصل كويس للمخ. فهنا دايما الدكاتره بيكتبوا الاوكسبرال، معرفش فاكرين ولا لا، متهيألي مش عارف اذا كان موجود ولا اختفى. في طبعا بدائل ليه موجوده دلوقتي، اكتر من بديل موجود في الصيدليه، تقريبا زي حاجه اسمها برين اوكس، تقريبا برين اوكس. الناس طبعا دلوقتي المفروض تكون خبره في الصيدليات. في بعد كده طبعا المجموعه الثانيه لو تفتكروا، اللي هو كنا بنقول ان في فينكامين ده ملوش انتي كانسر اكتيفيتي، ولكن ليه التاثير بتاعه على البلاد سبلاي للبرين. هنا البنبلاستين والبنكريستين والبنورلبين والفينديزين، دول كلهم عباره عن الكالويدز موجودين في الكاسرانسس روزياس فاميلي ابو سيانيسي، موجودين برضه كمان في الفينكا روزا. هنا بص على الاستراكشر بتاعهم، عباره عن دايميريك. يعني ايه دايميريك؟ يعني اتنين مونيمر، ودول طبعا ليهم استخدامهم بيجي اهميتها من ان هما بيستخدموا ميلي كانتي كانسر. اوكي، البنبلاستين هنا لما بتكون الار دي عبارة عن سي اتش 3، والبنكريستين بتبقى عبارة عن الدهايدك جروب. طبعا ده بتستخدم كبوتنت انتي كانسر تريتمنت اوف هودكنز ديزيز اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الكانسر اوف لينف نودز. بيستخدم في الكيميا، اوكي، اللي هي الكانسر اوف وايت بلاد سيلز. طبعا استخداماته مهمة جدا. في بعد كده من ضمن الحاجات اللي هما الالكالويدز اوف اميدازول جروب. اوكي، يبقى هنا ده نيوكلاس جديدة اسمها الاميدازول نيوكلاس. طبعا معنى كلمة اميدازول اللي هي الحلقة الخماسية دي اللي بتبقى فيها ايه، تو نيتروجين. هناخد البايلوكاربين والبايلوسين. البايلوكاربين طبعا خدناه قبل، موجود في البايلوكارباس سبيشيز، وخاصة زي البايلوكارباس جابوراندي فاميلي روتيسي. هنا البايلوكاربين الار دي لما بتبقى عبارة عن ايثايل جروب سي اتش 2 سي اتش 3، البايلوسين بتبقى مجموعة دي اللي هي سي اتش او اتش وحلقة بنزين. ده ايه اللي اسمه ده اللي هو ايه البايلوسين. الجنرال كاركترز بتاعتهم اللي بيقول لك لما انا بعمل هيتنج مع الالكوهوليك بوتاسيوم هيدروكسيد بيتحول الى الايزوبايلوكاربين، ايزومر بتاعه. الحته الثانيه ان اللاكتون رينج هنا ممكن، طبعا مش ممكن، ده اكيد هيحصل لها اوبننج مع الكوستيك الكالين بوتاسيوم هيدروكسيد، وتتحول لي الى البايلوكاربيك اسيد. تمام، وهنا طبعا بيحصل لوس للاكتيفيتي بتاعه البايلوكاربين. يبقى البايلوكاربيك اسيد بيبقى ان اكتيف فورم اوف بايلوكاربين،
وبحصل عليها طبعا عن طريق الكوستيك الكالي. عشان كده انا المفروض ما استخدمش سترونج الكالي في عملية الاكستراكشن بتاعة البايرين. طيب الاكسيدايزنج ايجنت زي مثلا البوتاسيوم برمنجنيت، البوتاسيوم برمنجنيت ممكن تعمل اكسيدايزيشن للبايلوكاربين. هنا بقى تأثيرها بيبقى ايه على الايميدازول رينج، تحصل ديستروينج للايميدازول رينج وبتدينا الامونيا وميثايل امين وبيلوبيك اسيد اند هوموبيلوبيك اسيد. ده طبعا اهو ادي البوتاسيوم برمنجنيت هيدروليسيز عن طريق البايلوكاربين هتدينا البيلوبيك اسيد. هنا حصل تكسير هنا للايميدازول رينج اللي كانت موجوده في الناحيه دي، والهومو بايلوبيك اسيد طبعا ده عباره عن سي او اتش، انما دي عباره عن سي اتش 2 او اتش، عشان كده اسمها هومو بايلوبيك اسيد، بالاضافه الى ميثايل امين اند امونيا. تمام، برضه خلي بالك من الاكسيدايزنج ايجنت او افكت اوف بوتاسيوم برمنجنيت على البايلوكاربين. كيميكال تيست طبعا احنا كنا بنقول ان في تو تيست مشهورين جدا للبايلوكاربين اللي هو الهيلتشز تيست اللي هو على السلفوريك اسيد والبوتاسيوم دايكروميت مع الدايلوت اتش سي ال بيدينا بايلوت كلر، والايكارتس تيست اللي هو عباره عن البايلوكاربين مع الصوديوم نيتروكسيد مع الصوديوم هيدروكسيد واسيبهم لفتره في اسيتيك ميديم بيدينا واين ريد كلر، واين ريد كلر. الايزوليشن بتاعت البايلوكاربين سهله جدا، بجيب انا الدبراندي ليفز و بحط عليها طبعا صوديوم هيدروكسيد سوري صوديوم كربونيت سوليوشن، طبعا دي بتبقى دايبه في ميه، وبعد كده بعمل اكستراكشن ويز بنزين هيدينا البنزين اكستراكت، بعد كده بضيف دايلوت اتش سي ال. المفروض هنا طبعا تحول البايلوكاربين الى الاتش سي ال سولتس تبقى دايب في اكوا سلير، بحط بعد كده امونيوم هيدروكسيد. هنا طبعا حول لي الامونيوم هيدروكسيد تحول السولتس الى بيز، بعد كده تبقى سهله ان انا اعملها اكستراكشن عن طريق الكلوروفورم. بعد كده بضيف هنا اصبح بيور بايلوكاربين، بضيف بعد كده دايلوت اسيد بتدينا كريستالز من بايلوكاربين سولتس. سهله جدا ما فيهاش اي كلام. ده الاستراكشر بتاع الريزرف بين زي ما احنا شايفين، و لو بصينا هنا على في الاول هناخد اللي فوق ده، ده عباره عن لما بتكون الار اللي هي الدي اوكي عباره عن ريزيربك اسيدز. تمام، طيب والار لو كانت اتش بتبقى ديزربيديك اسيد. تمام، طبعا الاستراكشر مش هقول لك احفظه، ولكن لو جالك على هيئه اللي هو مرسوم هتقدر طبعا تقوله لي. خلاص، هنا لما بتكون الار عباره عن او سي اتش 3 في الاستراكشر ده هيدينا مين؟ هيدينا الريزربين. لو كانت اتش هيدينا طبعا الديزربيدين. اوكي، طيب يبقى الاستراكشر ده كله كده عباره عن لما تكون هنا او اس اتش 3 هتبقى ادلمركسايد تيست. بجيب الالكالويد سوليوشن بتاعي واعمل له ايفابوريشن تيل دراينس طبعا في ديش، وبعد كده بضيف سمول اماونتس من البوتاسيوم كلوريت سوليوشن، وبعد كده اكسبوزنج ذا ريزيديو تو امونيا فيبر بيدينا بيربل كلر. البيربل كلر ده المفروض ان هو ايه امتى يكون بوزيتيف؟ لو انا لما احط عليه فيكسد الكالي زي البوتاسيوم هيدروكسيد هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديستروينج. اوكي، هيحصل له ديستروينج. طيب هنا طبعا بيحصل عمليه التوتمرايزيشن اوف البنزين الكالويدز. هنا نلاحظ مثلا ان الكربونيل بيتحول الى الالكوهول، والالكوهول بيتحول الى الكيتو فورم وده الانول فورم، فده عمليه التوتمرايزيشن ما بيكونش طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل ان شاء الله النهارده ابنائي طلاب الفرقه الرابعه المجموعه المحاضره الثامنه اللي هي بار 2 احنا قلنا عليها هناخد الالكالويدز اوف كاربولين جروب. تمام،
هنا في اكتر من اكزامبلز هناخده في الهرمالا الكالويدز، يوهيمبا الكالويدز، ورؤولفيا الكالويدز، بالاضافه طبعا الى الفينكا الكالويدز. الهرمالا الكالويدز اول اكزامبلز هناخده ده من موجوده في السيدز بتاعه البيجانم هرمالا، ما خدناهاش طبعا في السيدز عشان ناخد كل حاجه طبعا. فاميلي زيجوفيليسي التست بتاعهم كلهم بيدوا مع ماركيز ريجنت اند اورنج كلر مع الهارمين، ده طبعا انديفيدوال الكالويدز، ويلو براونش جراي كلر مع الهرمالين، دول اللي هم الهرمين والهرمالين، دول التو في بعد كده سيمي سينسز اوف كافيين. انا ممكن عن طريق تايبرومين، اوكي تايبرومين ممكن يكون متاح، ممكن اعمل هيدرو سوري التفاعل مع البوتاسيوم السيلفر نايتريت عن طريق الهيتنج، والاخر بيدينا طبعا ده اللي هو السيلفر سولتس، وبعد كده طبعا مع الميثايل ايودايد، وبعد كده طبعا بيتحول الى السيلفر ايودايد بالاضافه الى الكافيين. اوكي الكافيين انا ممكن اعمل له سينسز او سيمي سينسز من تايبرومين. لاحظ هنا الاستراكشر بتاع التايبرومين عباره عن ديميثايليتد كافيين، اوكي يعني هنا مفيش ميثايل جروب في الوضع رقم واحد، اوكي انما الموضوع موجود هنا في الوضع رقم اثنين والوضع رقم تسعه، سوري الوضع رقم ثلاثه والوضع رقم تسعه. الايزوليشن بتاعت البايلو كاربن سهله جدا، بجيب انا الجبراندي ليفز و بحط عليها طبعا صوديوم هيدروكسايد سوري صوديوم كربونيت سوليوشن، طبعا دي بتبقى دايبه في ميه، وبعد كده بعمل اكستراكشن ويز بنزين، هيدينا البنزين اكستراكت، بعد كده بضيف دايلوت اتش سي ال، المفروض هنا طبعا تحول البايلو كاربين الى الاتش سي ال سولتس تبقى دايب في الاكوا سلير، بحط بعد كده امونيوم هيدروكسيد، هنا طبعا حول لي الامونيوم هيدروكسيد حول السولتس الى بيز، بعد كده تبقى سهله ان انا اعملها اكستراكشن عن طريق الكلوروفورم، بعد كده بضيف هنا اصبح بيور بايلو كاربون، بضيف بعد كده دايلوت اسيد بتدينا كريستالز من بايلو كاربين سولتس، سهله جدا ما فيهاش اي كلام. بعد كده التايوفيلين، التايوفيلين نلاحظ حاجة هنا ان الميثايل بتبقى موجودة في الوضع رقم كام؟ رقم 1 and 3 دايميثايل زانسين، هنا الميدازول ما فيهاش اي سبستيتيوشن، ده التايوفيلين. والتايوفيلين طبعا مع نفس الريجنت بتاع الثايبرومين هيدينا بلو كلر، او نفس التيست بتاعه اللي هو مع اتش سي ال برومين فيروس سلفيت مع الامونيوم هيدروكسيد. طبعا الثايوفيلين موجود في الشاي وموجود في القهوه وموجود في اكتر من حاجه، وده زي ما قلت لك استخداماته بيبقى عباره عن مسل ريلاكسنت، سموث مسل ريلاكسنت، عشان كده طبعا بيستخدم في تريتمنت اوف ازمه كبرونكو دايليتور، طبعا موجود في الصيدليات بنفس الاسم الثايوفيلين، وموجود طبعا على هيئه الكبرون اقراص، معرفش تعرفوها ولا كبرون، مش كبرون، كبرون ده بتاع حاجه ثانيه، ما ده اسمه كبرون. اوكي يبقى ده الاستراكشر بتاعه طبعا. اد الميركسايد تيست، بجيب الالكالويد سوليوشن بتاعي واعمل له ايفابوريشن تيل دراينس طبعا في ديش، وبعد كده بضيف سمول اماونتس من البوتاسيوم كلوريت سوليوشن، وبعد كده اكسبوزنج ذا ريزيديو تو امونيا فيبر بيدينا بيربل كلر، البيربل كلر ده المفروض ان هو ايه امتى يكون بوزيتيف؟ لو انا لما احط عليه فيكسد الكالي زي البوتاسيوم هيدروكسيد هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديستروينج، اوكي هيحصل له ديستروينج. طيب هنا طبعا بيحصل عمليه التوتمرايزيشن اوف الزنسين الكالويدز، هنا نلاحظ مثلا ان الكربونيل بيتحول الى الالكوهول، والالكوهول بيتحول الى الكيتو فورم وده الانول فورم،
فده عملية التوتمرايزيشن، ما بيكونش طبعا ستيبل. تالت اخر سلايد اللي هي السيبريشن اوف ميكستشرز اوف كافيين تايبرومين اند تايوفيلين. هنا عندنا الثلاثه هم اضيف عليهم سيلفر نايتريت سوليوشن. هنا في واحد بيبقى سوليبل في الريجنت ده اللي هو عباره عن الاكوس، بيبقى عباره عن سوليبل هنا الكافيين، وهنا بيبقى في بريسبيتيت من التايوبرومين اند تايوفيلين. كأن انا ضفت الريجنت ده اللي هو السيلفر نيتريت واعمل فلتريشن. الفلترت او الاكواس هيبقى فيه الكافيين سولت بيبقى سولوبل، هنا هيبقى فيه البريسبيتيت سولت عباره عن كريستالز او بريسبيتيت اللي هو عباره عن التايبرومين والتوفيل. بضيف بعد كده الامونيا او الامونيوم هيدروكسيد. التايبرومين بيبقى انسولوبل والتايوفيلين بيبقى سولوبل. طبعا سهلة جدا دي، لو قلت لك سيبريشن اوف ميكشر اوف كافيين اند تايبرومين اند تايوفيلين. بنيجي طبعا لنهاية الجزء بتاع الالكالويدز. يعني يا رب ما يكونش قطعنا عليكم فيه، واحنا خففنا على قد ما نقدر، وسامحونا على التقصير. وان شاء الله كده في جزئية باقية هيبقى معاكم فيها الدكتور ايهاب الخياط. اوكي، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.